هي البنوك المحلية في ظل المشروعات العملاقة اللي بتقوم بيها الدولة استسهلت إنها تمول الحكومة وبقى الموضوع صعب إنها تمول الصناعة. اما هي دي برضو، ما احنا ما هي دي مشكله الصناعه في مصر، ينقصها موضوع التمويل. يمكن هم يعني طبعا الرئيس ربنا يبارك فيه يعني اللي لما عمل فائده 5% و7%، انا يعني يمكن سنه من 98، ويمكن ليا مقاله في الاهرام بنادي بيها بان لازم يكون في مصر يا جماعه عشان تعملوا تنميه صناعيه، لازم انا كصانع عشان اتشجع اعمل مصنع. طيب حضرتك عضو في جمعيه مستثمري العاشر، عضو مجلس إدارة، حضرتك رئيس جمعية مستثمرين فيها دولة تانية، يعني مستثمرين من دولة تانية، طلعت على قانون الاستثمار وشايفه ازاي؟ هو طبعا قانون الاستثمار مفيش شك انه افضل من السابق، افضل في بنود كتير. تمام. ولكن ينقصنا اهم من قانون الاستثمار ده، التكملة بتاعته، هو قانون ان ازاي اخش السوق المصري واخرج منه بدون مشاكل. باشمهندس ناصر، بشكرك على وجودك معانا، وبشكرك على رسالتك للشباب ولينا كلنا، وان شاء الله تكون رسالة الشباب يحسوها.